يتكلم بعفوية وبكل حرية. اليوم صوتك مسموع. عبر كبريتي. مرحبا بكم. بعد خروج شركة النقل الحضرية أوتاسا من طنجة، ها هي ألزا تطلق أسطولها. ما الجديد الذي أتت به؟ وماذا بالنسبة للتسعيرة؟ لمعرفة الأجوبة أجرينا هذا الميكرو تروتوار. الرأي ديالي في ألزا أن شركة مزيانة والترامبيات مزيانين وحسن من أوتاسا. ألزا بحسب التجربة راكاش كاينة في أكادير ومراكش، كيقولوا عليا ممكن تكون أحسن من أوتاسا. زمان تقدر تكون واحد قفزة نوعية في طنجة في مجال ديال النقل الحضاري، تقدر تكون حاجة مزيانة. بالنسبة للترامبيات هما مزيانين بصراحة الله، حيت هما منقيين ومنظمين أحسن من اللي كانت أوتاسا، ولكن ترامبيات قلالين يعني ما كاينش شي يعني. قبل أوتاسا كانوا بحال أنا في مواس صغيرة كانوا أربعة ديال ترامبيات، يعني كل وقيتها كل ربع ساعة كتلقى ترامبية. دابا نورمالمون الناس كيبقاو كيتسناو ساعة ونص جوج وحتى جوج سوايع ترامبيات ما كايناش. علاش كيقول لك كاينة جوج كاينة وحدة؟ حيت ترامبيات قلالين. ايوا هذا واحد من المشكل اللي كنعانيو خصوصا من حنايا الطالبات. اصلا الترامبيات هادو اللي مستخدمين جاوني انا نقيين الصراحه، فهمتي؟ و اصلا سمعت بان شي وحده تهرست في الرميله، هذه اولا هرسوها في الرميله وهذا الشيء جاني، ماشي زعما نيتك الناس الشباب ديالنا طنجة زعما نيتك الناس محترمين. الراي ديالي هو يعني جابوا لنا ترامبيات ماشي مستعملين، احنا خصنا شركه جديده يجيبوا لنا ترامبيات جدادين ماشي مستعملين. يعني هيدا غنبقاو دائما عمرها الدوله ما تقدم. احسن من اوطاسا وترامبيات فيها مزيانين وكلشي مزيان، وحتى انها كبيره والتلامات كيتاعوا فيها. اوطاسا ديما كنا كنبقاو مشاحطين في جوج في شارع فاس وشي يقولوا، ديما كنا كنبقاو واقفين تما مثلا جوج كنخرجوا في 12 مدرسه، ديما كنبقاو مشاحطين تما كنبقاو زعما واقفين، يعني ما كيجيوش كيجيو عامرين من المحطه كتقز ديالها، ما كنطلعوش بحالنا حنا مثلا مجمع ولا الزموري كتجي عامره بلان ما كنطلعوش. التسعيره هذه بيدي سمعتها وما عجبتنيش، فهمتي؟ على حسب اغلبيه اللي كيستعملوا عندك الترامبيه اغلبيه الطلبه، فهمتي؟ وكتجي ديك 4 دراهم زعما مسكيه، اصلا 350 جات كتجيهم قاصحه ودابا زادوا لها. حنايا ما كنخلصوش 4 درهم، كنخلصو 130 فرانك درهم و30 فرانك. بالنسبه لهاد 4 درهم يعني يبقى مشكل للناس اللي كيخلصوا 3 درهم و50 يزيدوهم في 4 درهم، ولكن ماشي خساره، حيت اصلا تجي من الخط، يعني الخط 18 من مواس صغيره حتى ايبيريا راه حتى هي راه طويله شويه. وا يعني حنا نقولوا كنعملوا كاين تكون كارطه بعدا نيتك، وصا ملي تكون كارطه انا ماشي مهم التسعيره 5 فرانك ما هي والو. البوفري هو اللي غيحس بها بزاف. دابا بحال بنادم اللي كتكون دابا بعيد بحال الناس ديال المجمع الحسني والناس ديال الكليه اللي كيقراو، غاتجيهم صعيبه 50 فرانك دابا، على حسب كيمشي في الصباح ويرجع في العشيه ونص النهار وهذا غاتجي صعيبه. واللي كيركب بزاف هو اللي غاتجي قاصحه. الراي ديالي ان السعيره خاصها تنقص ماشي خاصها تزيد، حيت المواطنين يلاه كيقدوا عليك 3 درهم و50. اما بالنسبه للطلاب يعني درهم و30 يعني مناسبه. حنايا عمرنا ما نتحدوا، خصنا يزيدوا الثمن، حنا خصنا نغوتوا ينقصوا الثمن ولا يبقى نفس الثمن. كتزاد حنا اثمنه في الدوله ديالنا كتزاد وكيبقى الشهر في الخصه هي.